السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هذا الفيديو بس للناس اللي عم تقول انه ما تهكر معهم الاورج على اجهزه سامسونج. انا ما هكرت المره الماضيه، كان معي هواوي، وهلا هاي المره معي سامسونج نوت 8. فخلينا نشوف خطوه بخطوه وعلى مهلكم. هذا الاورج عندي منه مهكر، راح نمسحه ونحن مازلين اللوكي باتشر. راح احط لكم الروابط تحت. حاليا انا منزل اورج 2018، ماشي يا شباب بدون تهكير. رح نضغط على الاورج 2018، نختار قائمة الباتشات، فتح قائمة الباتشات. رح نختار ثالث اختيار، نحدد العلامات كلهم. موافق. نطلع بالقائمة ونمسح الأورج 2018 النظامي. ونثبت الاصدار اللي عملناه نحن من لوكي باتشر. هون بيقول لك لوكي باتشر غير مسموح له يثبت، وتعطيه موافقه تثبيت. خليكم مثل الفيديو، و100% بيشتغل عند الكل، يعني لانه هذا سامسونج، وانتم شايفين قائمه السامسونج غير قائمه الهواوي. في ناس بتقول لي لا على السامسونج ما بيشتغل، لا بيشتغل. فوت عليه، بنطلع من كل شيء عشان نضغط على كلمة سيت. هلا بس يشتغل، شايفين اشارة البيتش باند، لسه ما في في اي بي. تضغط على النسخة الاحترافية، ما تعلم شيء هون، بتعطيه بس موافق اوكي. اعطاك اخر واحدة هي الكود، تنسخ الكود وبتروح تحطه عندك بالمفكرة لما بترجع بيلزمك مرة ثانية. تنسخه عندك هذا شو اسمه للايام الجايه، اذا مسح عندك بالغلط يضل عندك هذا الكود، ترجع تنسخه عشان هلا نحطه بالاورج 2020 بس نثبته. انا معلش مستعجل بالفيديو، بس ايام عيد، بس كثير ناس عم تقول لي انه ما هو شغال. لا عم فرجيكم انه شغال على السامسونج 100%. هلا خلصنا، اتهكر شايفينه البيتش باند، صار فيه وفي اي بي. نطلع منه، نحن اخذنا الكود، فنلغي تثبيت 2018، ما عاد لنا شغل فيه. فنثبت الاورج 2020 من المتجر نسخة شرعية 100%. بس في ملاحظة يا شباب، وانتم عم تثبتوا الاورج 2020، اول الفيديو اذا اللوكي باتشر ما تثبت معك، بتفوت من هون من المتجر سوق بلاي، وبتكبس على الخيارات وبتفوت على ضبط الحماية. بالخيارات تبع جوجل بلاي في ضبط الحماية، بتفوت عليه وبتطفيه. ليش؟ لأنه بيعتبر اللوكي باتشر فيروس، عرفتوا؟ راح يقول لك إنه هذا فيروس ما بيتثبت اللوكي باتشر. فبتلغي ضبط الحماية من شو اسمه؟ لسوق بلاي، وبيمشي الحال إن شاء الله. هلا عم ننتظر يتحمل الاورج 2020 ومن المتجر، يعني هاي النسخه الشرعيه 100%، مشان ما حدا يقول هي 2018 وانتم معدلينها كاتبين اسمها 2020. لا، هاي نسخه المتجر، وانت صار معك الكود. يلا معلش النت ضعيف شوي. هلا راح احط لكم انا كمان مع الوصف رابط اللوكي باتشر، راح احط لكم رابط ال 2018 مشان تهكروه ترجعوا تحملوا ال 2020 من المتجر، وراح احط لكم كمان رابط سيت بجنن 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 السيت، ماشي؟
مو من عندي الست، انا ما بشتغل بالستات ولا بدي افوت بهذا الموضوع، انا خليني على الاورج الحقيقي. شايف راح تسوي فنجان القهوة ولسه ما تنزل؟ يلا معلش نصبر، ما بدي اطش بالفيديو مشان تكون الخطوات كلها ورا بعض وتشوفوهم 100%. ماشي يا شباب، مع انه انا ما بحب افوت بأورج الموبايل مواضيعه، لكن الشباب يعني في متابعين ما عندهم، يعني بدي اتعلم اغاني بس ما عنده أورج يعني، فحرام يعني. وانا كل ما يجيني سيت كن واثق انه منيح راح انزل لكم اياه. يلا تثبت تقريبا. اوكي نفتحه، هاي نسخة المتجر، نظام يمنها مهكرة ابدا، تعطيك كل الخيارات. هلا السماح كانوا بدك تعزف عليه بدون تهكير، نظام يتشغله هلا، ترجع تكبس السيت، تضغط على الملف اللي فوق، لدي كود التفعيل على الزاوية تحت، شفتوها؟ لدي كود التفعيل بدك تضغط له. يلا نعطيه سماح كمان. سيت الملف اللي فوق، لدي كود التفعيل، خلص بتنسخ الكود اللي اعطاك اياه من 2018 وامورك ان شاء الله في خير. راح انزل عليه سيت واسمعكم اياه. هلا انا عم سجل الصوت لوحده والفيديو لوحده، لانه كنت مسجل فيديو بالاول لكن في طوشه والاولاد والضيوف فطلع صوتهم، فاضطريت ارجع امسح صوت الفيديو الاساسي و واعمل لكم اياه تعليق صوتي، يعني كاني عم علق على مباراة. ماشي يا شباب، ليك هلا عم يتحمل السيت، هلا بطلع لكم صوت السيت كمان.